Protocol DHCP. Açın var protokol DHCP. İşte alfa ile protokol DHCP. الحروف جزئين سبنا سن د د عشان هي ديناميك هوست ديناميك 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 هوست س كونفيغوراسيون 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 بروتوكول ب بروتوكول اشنو الدور ديالو كيعطي لي زادريس اي بي اوتوماتيك ولا بالضبط تعطي لي كونفيغوراسيون ديال اي بي كونف اوتوماتيك راه تعطيك ماشي غير الاي بي تعطيك الاي بي الباس بار ديفو تعطيك سيرفر دي ان تعطيك شحال من حاجه اوتوماتيك كاين الكونفيغوراسيون مانيوال انا غديرها بيديك العاديه بالنسبه لعدد بيس عدد التقليدي ديال البي سي ماشي مشكله خاص تدخل لي بيات مانيوالمون وين كاين عندنا واحد المشكل هو لو ريسك باش دير لا سيزي انكوريكت شنو هي لا سيزي انكوريكت كتدخل اي بي مثلا جوج مرات عندك مثلا واحد 30 ولا 40 بي سي وقيت عطيت لواحد 192 واحد واحد جوج والثاني درتي ثلاثه ثلاثة أربعة خمسة ستة شي واحد واحد لقيت الترتيب في الحساب وعاودتي نفس الرقم مثلا وصلت 11 وعاودتي البي سي اخر يعني كاين هذا المشكل ديال لو ريسك ديال انك تسيزيري دوني بالغلط تعاود خصوصا تعاود نفس الاي بي ولا تغلط مثلا في الريزو كاغيم مثلا بغيت تكتب ليه 192 192 وتزلق بلاصه 168 درتي 167 ودرتي واحد واحد راه خرجتي من الريزو بحال هكا يعني كاين لي غور يقدر لي غور اي ماكينه بالنسبه للدي اس بي ما يمكنش يعطي لي غور لان ماشين لا ماشين ما تغلطش وصلت واحد الرقم غتعطيك الرقم اللي موراه هي غاديه شنو اخر اللي كاين هو الكومونيكاسيون problème de communication peuvent être déclenchés. Alors la communication a tout comme مشكل فيها الا كانوا الاي بي غلطان مثلا حطيت الاي بي جوج مرات يجيك واحد الميساج ديال عندك الاي بي دوبليكي في الريزو ولا كاين مشكل اخر هو الا ديبلاصر البي سي عندنا واحد البي سي مثلا خصوصا بي سي بورتابل تي ديبلاصا من بلاصه لبلاصه كنتي مكونيكتي في الدار غادي يكون عندك اي بي مشيتي مثلا القهوه ولا شي بلاصه اخرى خاص تبدل الاي بي يعني ما كانش دا دي اس بي خاص كل مره كتدخل لا كارت ريزو دير لها بروبريتي تمشي دي سي بي اي بي في 4 وتبدل الاي بي مثلا هادو خدامين ب 2961 واحد 0.16.24 الاخرين خدامين ب 2.0.24 وعطيتني الاي بي مثلا عطيتني في هذا الريزو 11 راه في الريزو الاخر راه 11 مثلا خدمها بي سي اخر يعني تيكون عندنا مشكله في المانيول في هذه الحاجه في لو ريسك ديال سي زي اوف ديبلاسمون ديال البي سي خاص كل مره الى ديبلاسيتي البي سي تبدل الاي بي بالنسبه للدي اس بي ما عندناش هذا المشكل لان داك الشيء اوتوماتيك الا كنتي مثلا في ريزو دي اس بي وبدلتي ريزو اخر فيه دي اس بي غيتبدل لك الاي بي اوتوماتيك مفهوم الدور ديال دي اس بي هو يعطيك كونفيغوراسيون تي سي بي اي بي كونفيغوراسيون ديال البروتوكول اي بي وعندو دي زافونتاج مقارنة مع المانيوال اشنو هو شوف فكرة طابلو كيفاش يعطي الدي اس بي الاي بيات لي كليون اشنو تيخدم شو تيخدم باش يعطي الاي بيات جيب الاخرى أردهم أشنو هو لوباي أشنو هو لوباي لوباي قسمي قلت لوباي صحيحة
شنو هو لوباي؟ لوباي ولا بلونغلي ليز؟ شنو هو لوباي من غير لانفورماتيك؟ شنو نقصدو بلوباي؟ فاش تكري شو واحد تيكري دار هذيك التأجير واحد تيكري دار هذاك الكونطرا اللي تيدير مع شي مع داك مول الدار مثلا غادي يكري دار لمدة عام ولا كذا هذاك هو لوباي تيقول له مثلا غادي نكري لك الدار تقول غادي نكريك مثلا الدار لمدة عام ما غاش نخرج لكم منها وغتبقى بالقدر الفلاني وكذا وكذا هذاك هو الباي الباي ديال الكرا نفس القضيه الدات سبي راه تيكري لك الاي بي لواحد المده يعني تيكون عندنا تيعطيك الباي وهذا الباي فيه اش من اي بي عطاك اش هي الباس ريبار ديفون الجيت واي اشنو هو السيرفر دي ان اس و دوت انفورماسيون اللي هادو اللي تسمو لي زوبسيون دو باي les options. هاد دوري بار ديفو دوري دو باي يعني كل باي راه عنده واحد الدوري في مايكروسوفت الدوري هي 8 ايام يعني يقدر تاخذ الاي بي لمده 8 جوغ عاد تبدلو مثلا خديتي الاي بي مثلا واحد 100 غتبقى خدام به لمده 8 ايام عاد يمكن تبدلو مفهوم بالنسبه للسيرفر دي اس بي خدام فين خدام ليميت ديالو شنو هي الليميت ديال السيرفر ديال سي بي؟ إذا عندي روتور هنا روتور ومرتبط للسويتش وفي السويتش كاين عندي السيرفر ديال سي بي وعندي واحد بي سي بي سي وعندي في جهة أخرى سويتش أخر وعندي فيه بي سي ده واش بي سي ان ياخذ اللي يقدر ياخذ اي بي من السيرفر دي اس بي وي ولا لا هاد البي سي واش يقدر ياخذ اي بي هو يقدر ياخذ اي بي لانه معاه في نفس الصوريزون هذا سيتان الصوريزون والجهه اخرى c'est un sous-réseau هذا sous-réseau وهذا sous-réseau وين PC2 كاين في sous-réseau اخر ما يقدرش ياخذ الاي بي مباشره من السيرفر ديال سيرفر بلاصه نركب الشارجر المهم السيرفر ديال سي بي خدام في لو ميم سوريزو يعني الحد ديالو الدومين دو برودكاست دومين دو ديفيزيون برودكاست ما يمكنش واحد البي سي بالنورمال غير الدومين دو برودكاست ياخذ غنشوف طريقه اخرى كيفاش انا بي سي ما يمكنش معاك في الدومين دو برودكاست ياخذ لي بي من سيرفر ديال سي بي يعني بالنور كومونيكاسيون نورمال ديال دي سي بي حيت هو خدام بالديفيزيون والديفيزيون ما تتفوش الانترفاس ديال الروتور لان الدومين دو برودكاست حدو الانترفاس ديال الروتور يعني مثلا عندي جيجا 00 هنا وعندي جيجا 01 هنا البرودكاست ديال هنا ديال هاد السوريزو حدو الانترفاس وديال السوريزو الاخر حدو هاد الانترفاس
انا باش بغينا بار ديفور الكومونيكاسيون تكون غير في السوروزو فاش كاين و لي كليون ديال دي اس بي هما لي بي سي لي ياخذوا الاي بي اوتوماتيك هذا غير القضيه باش تسمع كليون دي اس بي لان واحد الاورديناتور اللي ياخذ لي الاي بي اوتوماتيكمون من واحد السيرفر تسمى كليون دي اس بي ولا اخر تسميتو سيرفر دي اس بي كيفاش انت تكري الباي لا كرياسيون دو باي درتو دي اس بي في سيسكو ياك في سنة 2 درتو سيرفر دي اس بي واش تسمع بعدا لا ما نصلح با اللي تهضر بعدا كيفاش تدوز الكومينيكاسيون باش ياخذ السيد البي سي شعل وبغى ياخذ اي بي اوتوماتيك شنو هي الكومينيكاسيون غطرا بين الكليون والسيرفر باش ياخذ السيد الاخر الاي بي غتعقلوا لها بلي زيتاب اون كات خيتاب باش كرياسيون باش تكري الباي من السيرفر دي اس بي عقلوا بدوره لو كليون تيصيفط واحد الميساج سميتو دي اس بي ديسكوفر للكليون تيكون ديفيزيون يعني برودكاست راه صيفطو لهذا السيرفر نقولوا عندنا جوج لي سيرفر دي اس بي سيرفر واحد اس في ار اس ار واحد وعندنا سيرفر جوج غادي يصيفط لهذا تيقول لي تيصيفط الريزو كامل تيقول واش كاين شي سيرفر دي اس بي في الريزو من بعد تيجيو هذا وصلوا ميساج سيرفر وصلوا ميساج والاخر سيرفر وصل ميساج تيعطيك اوفر يعني تيقترح عليك واحد اي بي هذا تيقول لك مثلا نعطيك 192.168.1.100 والسيرفر اخر تيقول له واش تاخذ من عندي 172.16.0.100 مثلا هذا اقترح عليه والاخر اقترح عليه اللي يرد عليه الاول فيهم هو اللي من غيصيفط الميساج السويفون الميساج السويفون شنو تيقول له تيقول له ريكويست تيقول له بغيت نريزيرفي هاد الاي بي تيكونفيرم والاخر تيكونفيرم تيقول له سير على بركه الله راك مسجل داك عندي انك راه واخد داك الاي بي واني في الجهه اخرى ما ردليش ريكويست ما ردليش اذا تيعتبر ان هاد الاي بي باقي ما خرجش هذا هو مثلا عندي جوج لي سيرفر ديال سي بي في الريزو اللي سبق ورد اللي رد عليك هو مناش تاخذ الاي بي لان غتصيفط لهم بجوجهم بغيت الاي بي واحد فيهم غادي يرد عليك بزربه على اكثر من الاخر يعني اقرب واحد ليك هو اللي غادي ياخذ هذا هو المشكل فاش يكون عندنا مثلا واحد دخل واحد الروتور اخر في الريزو و تيكون قريب ليك اليوم تياخذوا منه هو الاي بي وما تاخذوش من الروتور اللي بغينا ياخذ منه منه الاي بي فري انتما تعقلوا على هذه اللي قلت لك لا كيسيون اعطيني شكون هما لي ميساج دي ديسيزيون بين دي اس بي بين دي اس بي كليون و دي اس بي سيرفر سو فورم دو شيما اش غادي اش غادي يكون الميساج اش غادي يكون الجواب يعطيك السؤال هذا نكتب لكم السؤال ترى كان فواحد ليكزام اكسبليكي عليد Dans le schéma, les différentes requêtes dans une communication communication client server DHCP اش غادي يكون الجواب داك اللي كتسول السؤال هذا غتجاوب ليا بان شيما ماشي بتكست مثلا قلت في السؤال جاوب لي بان شيما اش غندير
غتحط لو سيرفر ديال سي بي بحال هكذا، غتكتب هنا سيرفر سير فير ديال سي بي، وتحط مثلا كليا ديال سي بي. اشنو هما لي ميساج لي غيدوزو دابا؟ اشنو هو اول ميساج؟ لو كليون شنو غيصيفط للسيرفر؟ سميت الميساج دي اس سي بي ديسكوفر، الدورة هذيك راه تمشي مع الدورة، غترجع دي هذا درنا دي، غندوزو الاخرى دي اس سي بي، غادي يرد عليه هو دي اس سي بي اوفر. دي اس سي بي اوفر شنو تيكون فيه؟ تيكون فيه الاي بي اللي تيقترح عليه اوفر. من بعد دي اس سي بي ريكويست ريكويست، من بعد دي اس سي بي اك، تيكونفيرمي معاه راك خديت الاي بي اك. و تيكون في مايكروسوفت كاملهم ديفيزيون، كاملهم ديفيزيون الدورة هادي باش نقولو عليها دورة، تكون ديفيزيون يعني تكون برودكاست، برودكاست. بالنسبة لسيسكو لي ميساج لي جايين من الكليون برودكاست، و لي جايين من السيرفر يونيكاست أو لا مونو ديفيزيون. بالنسبة لسيسكو لينكس ما جربتهاش، وقيلا تا هو عندو البرودكاست. المهم سيسكو ومايكروسوفت مختلفين في هاد القضية هادي، لأن ميكرو لي سيرفر ديال مايكروسوفت يقول السيرفر قيصفت برودكاست، باش لي سيرفر الاخرين يعرفوا راه تكونفيرم، خصوصا الميساج الاخراني راه كونفيرم الاي بي مع شي واحد، باش ما يصدقناش واحد واحد الكليون مثلا شي بيرات بقى ياخذ الاي بيات من كل شيء. غنشوفوا لي زاتاك ديالهم خصهم دوزو سيستم سيكوريتي، كيفاش انك تاتاك السيرفر ديال سي بي وتاخذ كاع الاي بيات اللي فيه وتخلي الناس بلا 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 اي بي، يعني غتقد تاتاك السيرفر ديال سي بي وتاخذ منه كاع هذاك الشيء اللي عنده، قد طلب له الاي بي الاول، طلب له الاي بي الثاني، وطلب له الاي بي الثالث، هي غادي تتسالي ليه هذاك الشيء عنده. فاش رجع واحد الكليون نورمال مخاص ياخذ الاي بي ما ياخذش، فما يخلصوا تقول انا اللي خدا السيرفر اللي عطى السيرفر شي واحد الاي بي غادي نشرها في الريزو، انا بحال قلت غادي يفضحوا في الريزو راه خدا الاي بي، باش الى السيرفر اخر سمع انه راه خدا الاي بي تيحيدها، ما تعطاش الاي بي. مفهوم الكرياسيون دو باي فيها دورة داك خياسيون باش نكري الباي أول مرة، وإني فاش يعطيك الباي كتعطيك لمدة واحد المدة، فاش الخمسين في ميديك مدة مثلا عطاك الباي فيه 8 سوايع، شكون هي 50 في ميديرا؟ 58 في ميديرا 8 سوايع، مش هي غادي تاخد الاي بي فواحد لانستون زيرو، اللي فاش خديتي الاي بي اللي غادي حتى الويتر، فاش توصل 50% 50% ولا تروبريزونتهم شحال 4 ساعات، تتحاول تجدد الباي لمدة 8 سوايع اخرى، ما تتسناش شي سالي عاد تجدد الباي في 50% تتصيفط غير ار ا، يعني تصيفط ريكويست تقول له السيرفر باقي انا باغي نحتفظ بهذا الاي بي لا زدني واحد 8 سوايع اخرى، وتيجيبك بالاك يعني اوكي، ولا الناك الا ما بغاش يعطيك الاي بي راه كاين واحد الميساج اخر تسمى الناك يعني نوت اوكي ما غير ما يعطيكش، ولما جاو المشكله هو الا ما جابكش في 50% كان السيرفر مشغول ولا مطفي ولا كذا، غتبقى تحاول كل 5 دقائق 5 مينوت وتحاول حتى 87.5% اللي هي بالبورسنتاج ديال السوايع هي في 7 سوايع، ما بقاش تحاول مع السيرفر، بقات تحاول كل 5 دقائق، من بعد هنا تتحبس. في هاد لوطون هذا توجد راسك ان راه السيرفر ما بقاش عنده ما بقاش يعطيك الاي بي، فاش توصل 8 سوايع 100% ديال الطون
100% تعود دورة أزر دورة أزر يعني في هادو قصفت R للسيرفر وما جابكش ما كانش الأ R وما كانش الأ هي غادية إلا جاتك الأ راه تجدد الباي إلا قد تحاول توصل 87.5 × 7.8 من لوطون تفتح تحبس ما قادش تحاول مع السيرفر دا سي بوت تسنى داكشي اللي غادي يبقى 100% وتعاود تجدد بحال قلتي ما اول مره غتاخذ الاي بي مفهوم هذا بالنسبه للغونوفلومون الغونوفلومون ونجدد الباي ما تسناش يوصل 100% راه تنبدا من 50% تنحاول نجدد الباي الا عندي 8 ايام فاش وصل 4 ايام تنحاول نجدد الباي عندي 4 ساعه فاش وصل 7 دقائق ونص تنحاول نجدد الباي هي غاديه مفهوم إذا قلت لك شكون هما لي ميساج نفس السؤال الاولاني وقلت لك ماشي بوغ كرياسيون دو باي بوغ لو رينوفلومون دو باي ما ديرش هاد الجوج الاولين ما ديرهمش دير غير جوج الاخرين هنا لان ديجا عنده الاوفر راه تعطى له اوفر شحال هادي بغا هو غير يجدد يقول باغي نكمل نخدم بهاد الاي بي لواحد المده اخرى مفهوم واش مفهوم واش حاضرين بعدا كاين شي سؤال فهاد الشيء اقيلا راه كلشي 3 × 3 = 10 × 11 = 12 نشوفوا شكون هو لاجون دو رولي شنو اجون دو رولي دال سابي واحد اورديناتور وان روتور كي كوت لي ميساج دو كلون دال سابي يلي ترانسمي او سيرفور دال سابي سور ديفيرون سو ريزو المشكل ديال دال سابي هو خدام فواحد الريزو دو ديفيزيون إذا عندي سيرفر دال سابي غادي يقدر يعطي غير لهاد الكليون وهاد الكليون يعطيهم الاي بي وين هاد الكليون والكليون الاخر اللي كاينين في واحد النوت خصو ريزو ما يقدرش واش تتبان لكم ليماج واش ليماج تتبان عندكم ما كتبانش عندي انا والسيد كنسمع الصوت شكون اخر ما تسمعش عنده الصوره شكون اللي ما تسمعش عنده الصوره زكريا ما تسمعش خاطر طلق الميكرو ما كاينش عندك الصوت شكون اخر اللي ما تسمعش عنده الصوره شنو الكونيكسيون اللي دايره سبيد انت تستوي كونيكسيون كديرا رم دابا شوف تبان لكم الصوره واش تبان لكم الصورة دابا بس نعاود نلونسا حيت كنت مكون كتر واحد الرازو بعيد نحيدو هذا الرازو تكون خطات دابا ليكرون باينة وال استاذ انا باقي عندي ديك الباج القديمه حرا بارطاجيت هذا شكون اخر زبن عندو الباج راه الباج باقي فيها ما تنكتب فيها جاله
ديفيني نسطر على هذا الكليون تتبان دابا هذاك الكليون سطر عليها كتبان ياسر السيد وسطر سي كاع انا الاخرين تتبان ليماج وكتبان اوسي بان ما هي هذيك سميتك فين هو اش هبون ديكونيكتا حمزه ديكونيكتا جا استاذ وعاود نفس المشكل راه حيت راه نفس البلاصه وقع لي راه المشكل كان في كنت مكونيكتا الريزو بعيد عاد تكون عندو حتى تصبح مع الاستاذ الرامي راه كاين مشكل كلشي مكونيكتي دابا كلشي دير ا ديستونس ومرونه دابا المهم نشوفوا دابا السبان هذا لاجون دو رول شنو هو لاجون دو رول لاجون دو رول هو في الحاله اذا كان عندي سيرفر دي اس بي في ان اوتر سو ريزو تخيل مثلا عندك الريزو فيه بلوزيغ سو ريزو اش خاصك خاص كل سو ريزو ديال السيرفر دي اس بي ديالو واذا كان عندك مثلا 20 سو ريزو ودير لهم 20 سيرفر دي اس بي بزاف خاصنا شي حل لانه ما نحتاجوش هاد العدد ديال لي سيرفر ديال سبي داكشي جا لاجون دو رولي يدير الخدمه هذا تيكون هو فهاديك السوريزو فاش كاين لي كليون وفاش يصيفط الكليون هذيك ديسكوفر ديال سبي ديسكوفر دي ديال ديال سبي تيصنت ليها هي تكون ديفيزيون وتيحولها المونو ديفيزيون صيفطها للسيرفر ديال سبي وعاود للسيرفر ديال سبي تيرد ليه يعني سيدي تصيفط الار هنا والا هنا والاك هنا والاخر تيرد الكليون يعني بحال تيكون بيناتهم تياخذ المواد ديفيزيون وتيرد مونو ديفيزيون صيفط لك السيرفر ديال سي بي ديال السيرفر ديال سي بي تيرد عليه وتيعطي لك الكليون هذا هو الدور ديال لاجون دو رول يعني تياكد لي ميساج ديفيزيون ديال الكليون لو ترانسمي او سيرفر ديال سي بي سوغ ان نوتر سو ريزو ديفيرون بالنسبه لسيسكو درتو الاي بي هيلبر ادريس هيلبر في لي روتور درتو الهيلبر يمكن ديرها في الروتور ولا سويتش اي بي ادريس هيلبر واحد يكون اسمها اي بي ادريس هيلبر ولا هيلبر ادريس ما قال هيلبر ادريس ولا ار بي ادريس هيلبر هذا شنو دير غتخدم لي الدور ديال لاجون دو رولي في الروتور غادي بقيت تصنت في هذيك الانترفاس ديال الروتور الا جا الا تصنت شي ميساج ديال دي اس بي تقول لي شكون هو الاي بي ديال السيرفر باش دير هذا كومو تدير اي بي ديال السيرفر دي اس بي تقول لي الا تصنت شي ميساج لقيت ديسكوفري في هذيك الانترفاس ديال الروتور دوز هذا الاي بي هذا وفاش رد عليك رد هذاك الكليان ما بغا يقلبوا على هذا اي بي ادريس هيلبر هي لي كيفالون ديال اجون دو رولي في سيسكو بالنسبه لمايكروسوفت يمكن ديال كونفيغور واحد البي سي يكون اجون دو رولي واني الصراحه ضياع ديال لي ريسورس باش دير هذا العمل هذا انا غادي ندير واحد ويندوز سيرفر ونانستالي فيه واحد لو رول سبيسيال ديال اكسي ا ديستانس ونكونفيغور كاجون دو رولي تبان لي ماشي سوليسيون افيكاس واني انا كتخدم مثلا واحد السويتش سيسكو ولا روتر سيسكو وتالي الروتر الاخرين بحال اش بي كدا غادي يكون فيهم وتخدمو هو لاجون دو رولي تكون احسن تديرها في الانترفاس قال سميت نمشي للانترفاس دير اي بي ادريس هيلبر ولا هيلبر ادريس وموراها تدير اسباس ودير اي بي لادريس اي بي ديال سيرفر ديال سي بي وصافي تقول لي هو اجون دو رولي الحاله اللي تطيحوا فيها بالنسبه لهذا جون دو رولي بزاف بالنسبه للخدمه هي الحاله ديال لي فيلان درتو لي فيلان عطيني قال لي كنت ما درتوش لي فيلان راه مشاكل عندنا واحد سويتش فيه بلوزيغ فيلان نقولو انترفاس هادو ثلاثة ديال الانترفاس كاينين في فيلان وهادو كاينين في فيلان هادو فيلان هادو فيلان هادو فيلان هذا فيلان نقولوا 10 فيلان 20 فيلان 30 وعندي واحد سيرفر دي اس بي سيرفر دي اس بي اما مكونيكتي للسويتش اما مكونيكتي لشي بلاصه اخرى المهم كاين لاكسي لهذاك السيرفر دي اس بي
عدي دابا هنا لك لي كليون كليون بس هذا قلبوا عليه من الحواج اللي ترسموا شويه الرسمه اللي مزيانين وعندي بي سي دو هنا وعندي بي سي طروانا بغيت هاد البي سي اللي كاين في فينا ان ياخذوا 192 168 بون 10 بون 0 سلاش 24 هادو ياخذوا 20 بون 0 سلاش 24 وهادو ياخذوا من لابلاج 30 بون 0 سلاش 24 هاد السؤال الكا يمكن تطيح فيها مثلا في الخدمه في ستاج ولا في شي خدمه انهم تيكون عندهم لي فيران وبغاو كل فيران يكون عنده الاي بي نخدم ديال السي بي وفي نفس الوقت كل فيران نعطي الاي بي اللي بغيتي تعطالو هذا خاصك سوليسيون دير بالنسبه للسيرفر ديال السي بي غدير فيه ثلاثه ديال لي ريزون ال 10 0 ال 20 0 و 30 0 16 24 ويني كيفاش غدير باش كل سورس تقولي هذا خاص يمشي للفيران 10 وهذا يمشي للفيران 20 وهذا يمشي للفيران 30 هذا هو لما يقلبوا عليها راه غتلقاوها كيفاش انا كنمكن ندير لي فيران كل فيران تعطيه بالسيرفر تاع السي بي لان شو حال من الحوايج شو صعب فصعيبات بزاف وين غير وخدامه ان غير مثلا يكون عندك فيران وعندك سيرفر ديال سي بي ودير بزاف ديال الفيران غير سيرفر ديال سي بي واحد يعني غتخدم لاجون دو غولي غدير ديك اي بي ادريس هيربر وين فين غتحطها فاش من انترفاس نبدا تقلبوا على المهم اللي بغى يعرف الجواب من بعد يسولنا لا ما حتى راه المده غادي من لنا ساعه حاولوا تلقاو الجواب الا ما لقيتوش نوريكم الطريقة ديالها المهم هذا لاجون دو غولي سولوكم عليه في ليكزام و تيتسنت لي ميساج دو ديفيزيون ديال الكليون تيصيفطهم للسيرفر هذا هو الدور ديالو اشنو هو الانستالاسيون ديال السيرفر ديال سي بي بالنسبة لويندوز هذا الانستالاسيون عادية تمشي لاجون دو غولي فونكسيوناليتي سويفون وإذا تختار سيرفر ديال ديجا عندي ماسترينا المهم راه هي هذيك تنستال السيرفر ديال سي بي سويفون انستالي وبالنسبة بلي كوموند تدير انستال ويندوز فيتشر وتدير سميت ديال سي بي غير سميت ديال لوغو راه ديال سي بي ما تزيد لا حتى حاجة أخرى وتدير انكلود مفهوم باش انستال السيرفر ديال سي بي تيعطيك لا كونسول ديالو ملي قبل لا كونسول تيعطيك واحد تيرميني لا كونفيغوراسيون وتدير انه خاصك كري واحد جوج لي جروب دي ال سي بي ادمنستراتور و دي ال سي بي سيرفر يوتيليزاتور اللي خدامين ليه في الديليغاسيون ديال دي ال سي بي ادمنستراتور واش ندير فيزيشن بغيت ندير ديليغاسيون ديال دي ال سي بي بغيت نعطي واحد الحق يموديفي كونفيغوراسيون دي ال سي بي بلا ما يكون ادمنستراتور عندي في الدومين تنعطيه هذا تنحطو في ديك الجروب ولو بغيت فهم مثلا واحد عندي واحد ستاجير بغيت نبقى نقول غير قطره ليا دي اس بي واش خدام مزيان بلا ما تموديفي فيه والو تحطه في يوتيليزاتور دي اس بي هادشي اللي فيها الكونسول ديال البركه اوتي دي اس بي تيعطيك السيرفر وفي البدايه تيعطيك السيرفر يقدر يعطيك السيرفر ما كاينش في الاخر ما اوتوريزيش في الدومين خاص دير اوتوريزي عادي يخدم مهم خاص دير لانسكريبسيون ديال السيرفرز ديال سي بي في لانيور الا كان داخل في الدومين خاص دير لانسكريبسيون في اكتيف ديريكتوري بالنسبه للويندوز الا لقى راسو كاين في دومين وهو سيرفر ديال سي بي وما مشجعش في الاكتيف ديريكتوري ما تيبغيش يخدم لان خاص يلقى راسو في لاليست ديال لي بيات ديال السيرفر ديال سي بي اللي يقدر اوتوريزي في الدومين مفهوم هادي إذا انستاليت ان سيرفر ديال سي بي في الدومين يقدر ما يخدمكش إذا ما خدمش عارف راسك راه ما هذاك السيرفر ما مسجلتش في الاكتيف ديريكتوري باش يخدم اشنو هو لي طوندي ولا السكوب
درسون دي سي بي في فلين في سيسكو واش نيرا كوموند باش تسكري دي سي بي في سيسكو اي بي زد دي سي بي بول يعني تكري واحد البول بساطة سميت البول بول ا مثلا هاد البول هادي هي لي طوندو بالنسبة لسيسكو بالنسبة فاش غتقرا في لينكس غتقرا سميتو الرانج في لينكس في الويندوز سميتو ايتوندي ولا سكوب بالانجلي راه كامل يعني نفس الهضره بحيث دا سيبي راه غتقرا في الويندوز سيسكو قريتها في سيسكو راه نورمالمون راه فرود راه محسوب عليكم انكم قريتها في السنه ده وغتقرا في الويندوز وغتقرا في لينكس وكامل عمره نفس الديوري اشنو هو لي طوندي واحد لابلاج الاي بي اللي يمكن تعطي في لا كونفيغوراسيون بي مثلا غتقول نقدر نعطي من 192 168 .10 .1 .10 حتى 1 .200 هذه دابا تسمى ان طوندي لي طوندي تيكون عندهم لو نو الاي دي ديال الريزو يعني مثلا 192 168 .1.0 1924 هذا اسم الاي دي ديال الريزو ايدونتيفيكاتور ديال الريزو الماسك راه خلاص ماشي 1924 الماسك نقول لك 1924 الدوري مثلا 8 سوايع لا بلاج هذا دغيت تقول ليه هذا الريزو وين غادي ناخذ من غير من واحد لا بلاج لواحد لا بلاج من 10 ل 200 الاكسكلوزيون ملي غتحيد بها مثلا من 100 حتى 110 نحيد هاد 10 بغيت نخدمهم شي حاجه مانيوال هذا هو لي طوندي نديرو كيفاش نكرييه نمشي للسيرفر ديال سي بي غتكليكي ما بغيت واش بغيتي اي طوندي يكون فيرسون اي بي فيرسون 4 ولا اي بيرسون اي بي فيرسون 6 على حسب لي طوندي اللي بغيتي تكري غنمشي اي بي فيرسون 4 وندير نوفيل اتوندي انا تعطيك الاسيستون سويفون تعطي السميه مثلا تري 202 هذا سميت لازون اتوندي ديالي ندير ماجيسكول واقيلا مأكتيفيا تري 202 ديسكريبسيون بغيتي تزيد لها شي ديسكريبسيون سويفون تيقول لك شكون هي لا بلاج لادريس الاولى لادريس الاخرانيه نقولي غادير 172 18.0 .10 مثلا غادي نبدا بالعشرة حتى 172 .16.0 .200 يعني من 10 ل 200 نقدر نعطي الاي بي اس من 10 حتى ل 200 هنا الماسك ديال السوريزو إما تكتبها 255 هادات إما دير هنا سلاشاش مثلا ندير سلاش 24 وندير سويفون عندي هنا غلطة هو هذا خاصها 18 درت لا بلاج غلطة هنا تيقول لك ليكسكلوزيون يعني شكون اللي بغيتي تحيد من ديك لا بلاج بغيت نحيد من 172 .18.0 حيد من 110 حتى 120 كنت غنقول لي هادو بلا ما تعطيها من ليكليا 172 .18.0 .120 يعني نحيد 10 11 الاي بي نحيدهم هنا ندير اجوتي يمكن اجوتي حتى نحيد واحد ليست اخرى اللي بغيت نحيدها ندير سويفون انا تيقول لي شحال دوري دبي بار ديفو تعطيني 8 ايام ما بغيتش انا ندير 8 ايام ندير غير نقول مثلا الدوري فيه غير 8 دقائق وندير هنا تيقول كاش بغيت تكونفيكري لي زوبسيون لي زوبسيون بحال باسري بار ديفو سيرفر دي ان اس سيرفر وينس سيرفر دو طون اكسيتيرا الا بغيتي تكونفيكرهم تقول واش بغيتي تكونفيكرهم دابا ولا من بعد نقول دابا الا بغيتي دابا الا بغيتي من بعد ديرهم نوصا من بعد هذا تيقولك هنا شكون هو الباسراج الروتر نقول الباسراج هي 172
1.18.0.1 وندير اجوتي سويف قدرنا ان قدرنا اجوتي دوت خباط خير وان انا ما شاء الله جاك تدير اكثر من وحده سويفون شكون هو الدومين هنا وشكون هو السيرفر دينس هذا بغيت نقول له زيد ليا 8.8.8.8 نزيدو مع السيرفر دينس ون اجوتي بغيت نسمع شو غادي يقول لي راه ما قدرتش كومونيكي مع السيرفر دينس لان اصلا ما كونيكتش البي سي واش بغيت اجوتي كومام واش بغيت نزيدو كسيرفر دينس نقول لي اجوتي كومام او دو سوفون وينس سيرفر وينس هو واحد سيرفر سيدي لا ريزولوسيون ديال نو نت بيوس نت بيوس وما خدامين غير فواحد الدومين دو برودكاست بحال سميت البي سي 18 فليبي بغيت نشوف هذا لا هذا حد جا واخد راد لا بلاج لي قسم لا بلاج اللي عطيتو راه غير معطيه من راس وصافي المواد جا راه خدا تياخذ السيرفر من في دومين تياخذ لو كونترولر دومين و تزيدو الراس راه ما زدتش هذا هي ما كاينش 18 اصلا كاين غير 16 حيت درت مع الاخرين 16 داكشي علاش درت معكم 18 الوينس سيتي لو ريزولوسيون دو نو بلا بحال فاش تقول بينغ بي سي ان فاش دير التخادوكسون دو بي سي ان 192.168 مثلا 16.21 راه غتخدم البروتوكول وينز اما دير ديفيزيون تسول في الريزونيشن ولا غتسول سيرفر وينز ويجاوبك بلا ما دير ديفيزيون الا كان عندك سيرفر وينز مع مكونفيكوري الا ما عندكش نصاب راسك غدير ديفيزيون في الريزو كامل تقول شكون هو بي سي 0 ان ولا شكون هو دي سي ان ولا شكون هو هذا انا تيقولك واش بغيتي اكتيفي لي طوندي نقول وي اكتيفي و تيعطيك لي طوندي بعد عندي جوج ديال لي طونديات انا عطاني هنا واحد العلامه علاش بقيت هذا هذا عطيتي انا ذاك سيفن انا عاد ناقص سيفن شوف كنسني انا اكسيف اتوندي تمام هذا نجي لكم بغيت صافي راه ما اكسيف وقيله دابا دابا يقدر يعطي اما عطانا 172.16.00 اما عطانا 172.18.00 على حسب هو فين وصل في النوبة راه يقدر يعطي من هذا يقدر يعطي من هذا ولكن عندنا اجون دو غولي على حسب الاي بي ديال لاجون دو غولي اذا كان الاي بي ديال لاجون دو غولي في 18 غادي في 18 كان في 16 غادي من 16 ما كان حتى واحد فيهم غيعطي الاي بي اللي كاين في النوبة مفهوم ماشي راه خاصو براتيك دابا غنشوفو حنا نركزو دابا غير على لابارتي تيوريك براتيك نديرها في القسم اشنو هما شكون هي الريزيرفاسيون الا بغيت واحد البي سي دابا كيفاش يوزع دي ال سي بي لي بي اس بالنسبه لمايكروسوفت مايكروسوفت الا عطيتو واحد لابلاج من مثلا من 0 10 حتى 0 200 جرك ليو رقم واحد اش من اي بي غيعطيه واش من اي بي غي تعطى له واش غي تعطى عشوائيا ولا تعطى بواحد الترتيب واش من اي بي غي تعطى واش 10 واش 11 واش 12 واش 200 واش من اي بي غي تعطى له ولا ما تعطاش كاع ميكروسوفت تمشي في الترتيب يعني تعطي 10 الكليون الاول غتعطي 10 الكليون الثاني غتعطيه 11 كليون الثالث 12 هي غاديه حتى التالي الا كان شي اكسكلوزيون غتنقص مثلا حنا راه عندنا من هاد لابلاج 110 حتى 120 محيده فاش غنوصل 109 غيعطي غينقص ل 121 ويعطي 121 ما غاش عطي في هذيك لابلاج المحيده بالنسبه للينوكس
فاش غتمشي تدوزو لينكس هو تيخدم بالعكس، تيبدا من اخر اي بي وتبقى نازل، غيعطي 100 ثانيه الاولى، غيعطي 100 ثانيه 198 الثالثه هي غادي. مايكروسوفت ولينكس مقلوبين في في الترتيب باش يتعطاو الاي بي اس، مفهوم؟ مايكروسوفت بدا من اول اي بي حتى اخر اي بي، لينكس من اخر اي بي لاول اي بي. وشنو هما لي زوبسيون؟ اوبسيون ديال سيرفر سون دي فالور دو دوني دو كونفيغوراسيون كورونت كي سابليك او سيرفر او اتوندي او ريزيرفاسيون او كلاس. هادو دي فالور. مثلا بغيت فاش نعطي للكليون الباسريل راه عطاتو لوبسيون دو باسريل، يعني تقول ها الباسريل عطاتك 192.168.1.100 هو لي بي ديالك، وعطاتك الباسريل هي 1.1، وعطاتك سيرفر دي ان اس هو 8.8.8، وعطاتك سيرفر وينس هو هذا، عطاتك هذا. هذوك كاملهم دي زوبسيون، لان اي حاجه في دي اس بي اي حاجه راه اوبسيون. حتى الاي بي اللي عطاك راه اوبسيون، عطاك دوري دبي راه اوبسيون، دوري امتى دير غونوبلومو راه اوبسيون، كلشي اوبسيون. ولي زوبسيون اللي تعطاو او نيفو دو سيرفر، او نيفو دو طوندي، او نيفو دو كلاس، او نيفو دو ريزيرفاسيون، هادو لي زوبسيون. ولا شنو هي الريزيرفاسيون؟ شنو هي الريزيرفاسيون؟ شكون ريزيرفي؟ انا راه ريزيرفي هاد الحاجه، يعني راه تكون غير انت بوحدك كتخدمها. إذا بغيت الريزيرفي واحد اي بي لواحد الكليون، واحد اي بي نقولو 0.21، يتعطى للبي سي، بي سي رقم 3. كيفاش غنقولها للسيرفر ديال السيرفر؟ شنو هي المعلومة باش غادي يعرف السيرفر ديال سي بي ان هذاك البي سي راه بي سي 03، بي سي 3 وماشي بي سي 1، ماشي بي سي 2، ماشي بي سي 3. كيفاش غادي يعرفها؟ ما غاش يعرفها من السميه، لان ديال سي بي ما تيخدمش بالسميه. شكون هي الحاجة باش غادي يميز السيرفر ديال سي بي كليون على كليون؟ واش متبعين؟ الماك قاسم الماك، يعني شنو هي الريزرفاسيون؟ غادي نربط واحد الاي بي، اي بي في دي اس بي مع واحد لادريس ماك ديال الكليون. تنقول ليه الا جاتك واحد الاخر ديسكوفري هذيك الدوره جاتك دي من هذا الماك، عطيها ديما الاي بي، عطيه لوف خديمه هو الاي بي الفلاني، وهذاك الاي بي ما عمرك تعطيه في الترتيب. يعني الا عطيت مثلا 21 بقى تعطيه في الترتيب وصل ل 20، واحد الكليون عطى 20 وجا واحد الكليون ما غاش عطى 21، غادي ينقص ل 22، لان داك 21 محيده من الحساب، يعني راه مريزيرفي لواحد السيد اخر. يعني واحد السيد بعدي ما حد يقول هذاك بلاصتو في ماجيكس، ما عمرش واحد يقعد في هذيك البلاصه من غير هذاك السيد. هذا الريزيرفاسيون. بالنسبه الريزيرفاسيون تنديروها بالنسبه للحوايج اللي بغينا تبقى لهم لي بي فيكس، واني ما عمرنا نحطوها لي سيرفر. لي سيرفر ممكن تفيكسي الاي بي ديال السيرفر بالريزيرفاسيون، ويني علاش ما عطاش السيرفر الريزيرفاسيون مع السيرفر ما ديرهاش؟ علاش قال لي علاش؟ الريزيرفاسيون غتعطي مثلا السيرفر مثلا 1.0.10، وين شنو المشكل اللي طرا لي غير طرانا؟ تخيل ان السيرفر ديال سي بي ما خدامش، هذيك السيرفر اللي مثلا هو كونترولور الدومين ما غادي ياخذ اي بي ما مخربقه، غادي ياخذ هذيك ابي با، غادي ياخذ 269.224.254.x.y. يعني غادي يولي داك السيرفر عندي ماشي جوانيه في الريزو، داك الشيء اللي سيرفر ما عمرك تعطي اي بي من غير اي بي فيكس، ديما كتعطي اي بي مانويل، تمشي للسيرفر وتطبي فيه الاي بي. تمشي مثلا امبريمونت، حتى هي اللي كانت امبريمونت عندك امبريمونت ريزون عطاها اي بي فيكس. مشيتي للحوايج اللي خاصهم اي بي وتعطيو للسيرفيس في الريزون، ديما اي بي فيكس. بالنسبه للي زوبسيون يقدر نابليكيهم ليك او نيفو السيرفر،
حيت شنو عندها فلاش وتكتر ديال داتا سيب في الويندوز تيكون عندنا السيرفر وفي السيرفر تيكون عندنا ايتوندي ايتوندي ولا سكوب يقدر يكون عندنا ايتوندي الاول ايتوندي الثاني وعدي وصل ايتوندي غادي يكون عندي دي كلاس دي كلاس مرصوبه مباشره من ايتوندي وين نديرها بحال الشكل وصل لي كلاس دي كلاس قليل باش نخدموا بهم دي كلاس قليل باش نخدموا دي كلاس مثلا باش نقول لي بي سي اللي عندهم واحد الكاركتريستيك تنديفين واحد لي كلاس باش ديرهم خاص تمشي كل بي سي وطابي فيه واحد لا كوموند مثلا دي بي بي كونفيك سلاش سيت كلاس وتعطيها السميه يعني فيها شويه الخدمه مانيوال داك الشيء ما تيخدموش بهم الناس بزاف كلاس وصل لك نقدر ندير ريزيرفاسيون وليس لي زوبسيون نقدر نحطهم هنا ونقدر نحطهم هنا نقدر نحطهم هنا ونقدر نحطهم في الريزيرفاسيون بهذا الترتيب هذا سيرفر ايتوندي كلاس ريزيرفاسيون المشكله واش سطره ماشي مشكله الاول حاجه هو التراكم الا حطيت واحد لوبسيون في السيرفر وحطيت واحد لوبسيون اخر في ايتوندي واحد لوبسيون اخر في كلاس واحد لوبسيون اخر في ايتوندي الكليت تابليكي عليه التراكم ديالو في كاين مشكل هو فاش يكون التناقض التناقض مثلا غادي نقدر نمشيو لهنا باش نوريكم بالبراتيك نمشيو للسيرفر كاين عندي هنا تحت الزوم عندي لي زوبسيون السيرفر مثلا اوبسيون سيرفر نديفيني واحد الاوبسيون هذا تتابليكا على من على السيرفر كامل يعني غير تابليكا ليا على لي طوندي اللي في 192 الى درت شي اوبسيون هنا باش ديفيني اوبسيون غير كليك دروات نوفيل الكونفيغوراسيون ديال لي اوبسيون وكاين واحد العدد ديال لي اوبسيون نقدر نديفينهم مثلا بغيت نديفيني ان تي بي ان تي بي وقيلا 04 هو هذا كل اوبسيون عنده رقم بس نقول عندنا السيرفر ديال الطون هو 172 16.0.150 مثلا هذا هو سيرفر ان تي بي ديفينيتو او نيفو ديال اش ديال السيرفر ديفينيتو سيرفر غادي يبان عندي اوتوماتيكمون في لي طون دي هذا مشيت لاوبسيون دو ديتوندي غتلقى ان تي بي راه جابو من السيرفر حيت لي كونت شنو هو راه لي كون فيها السيرفر ولي كون اخرى فيها لي طوندي من بعد كاين كلاس نقدر نديفيني دي كلاس وني ما غاش نديرو لي كلاس دابا لان قليل اللي تخدمو بلي كلاس نمشيو للريزيرفاسيون بغيت نكري ان ريزيرفاسيون الريزيرفاسيون يعني نربط واحد لادريس ماك بواحد البي سي نعطي مثلا بي سي 3 ونعطي ديما 172.16.0.18.0 مثلا.30 واني خاص اعطيه الماك ادريس الماك ادريس مش نجيبها من بي سي الاخر الماك نديرو سيلس شكون لك كومود واش عارف الماك ادريس شنو لك كومود ديما غدير اي بي كونفيغ سلاش اون وتعرف الماك ادريس ديالك وين هذا تعطيك بزاف ديال لي دوني الماك ادريس هي هذه ونقلها ولكن واحد الكوموند بلو سامبل هي جيت ماك جيت ماك سلاش في غادي يعطيني لا كارت ريزو وها الماك ديالها نكوبي هذه ندير نكوبيها ونديها للسيرفر فوالا اجوتي دابا كريت الريزيرفاسيون عندي واحد الريزيرفاسيون وفيها حتى هي لي زوبسيون قالت لي هاد الريزيرفاسيون راه جبت لك واحد السيرفر دو طون من السيرفر وجبت لك الدي ان اس من لي طوندي وجبت هادو من لي طوندي ثلاثه من هادو يمكن نديفيني دي زوبسيون بالنسبه للريزيرفاسيون نقول مثلا الروتر بغيت نخدم 172.18 انا بغيت نبدلو 172.18.0.254 مثلا انت غتخدم بهذا ولا الباتري ديالك
باش ناجوتي واحد لوبسيون او نيفو دو ريزيرفاسيون تولي هي اللي واخا واخدها فيها لي كون ديرها اورديناتور. يعني لي زوبسيون شنو هي؟ عندي او نيفو دو سيرفر تيجي او نيفو دو كليون او نيفو دو ريزيرفاسيون او نيفو خلاص دو كلاس. ممكن ديفيني دي كلاس وني لي كلاس شويه في البراتيك ديالها مراد لان خاص نمشي عند كل بي سي وطابي اون كلاس. تنزل عندكم فيديو براتيك لهادو ونوريكم اي بي كونفيك سلاش سيت كلاس اي دي واقيلا بقي ساقل وتعطي له النود كلاس. الا باش ندير هاد العمليه هادي ما صرحش لان غتبقى فينا هو الاوتوماتيك اللي بغينا هذاك الشيء اوتوماتيك. كاين دي كلاس اوتوماتيك هي في الحاله مثلا الحاله ديال لي كلاس ديال واحد تكون كتب في بي ان راه تيكون تنسمي واحد الكلاس اوتوماتيك. وين لي كلاس العاديين اللي غتكري مانيوالمون فيهم تسامري اللي بغيتي تخدمهم. كاين لي كلاس بغيت نشوف استخاطيس هنا بقيت عاقل بالضبط لي كلاس كاين وقيلا في استراتيجي كلاس شو استراتيجي بقيتش عاقل بالضبط فين كاين لي كلاس. غادي نكليكي باليمين هنا ونشوف نوفيل كلاس. كاين نوفيل كلاس يوتيليزاتور كاين واحد مجموعة ديال كلاس راه كاينين ديفيني وهنا غدير اجوتو اون كلاس وتعطي السميه وين فيها تمارا باش تخدمها وتمشي عند لي بيس الدور بواحد بواحد تكتب لهم اي بي كونفيك سيت كلاس اي دي وتعطي السميه راه هي ديك غير طابي لي بي اللي غدير العمليه هذا مفهوم ولا ما مفهومش؟ تقريبا شي وصلت مع الاخرين في هذا ثاني الحصه الجايه نكملوا نعطيكم مساعده كل ساده باش تبداو تقراو وراه غادي في القسم بقا نكملوا العدد اس بقا نشوف هادشي ديال الطيور ديال دي اس بي والدي ان اس والاخرين ا ديستونس وفي جو اخرى نكملوا الاخر اكتيف ديريكتوري في القسم. كاين شي سؤال؟ غادي نوقف لونغوجيستخومون الا كان شي سؤال سولو ونشوفوا المغيبة عاوتاني زعما.